وهنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع فريق الأهلي واللي حقق الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 1-0 خلال المباراة اللي جمعتهم امبارح في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهتتلعب مباراة العودة في القاهرة الأسبوع اللي جاي. وكمان سجل محمد عبد المنعم هدف المباراة في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضايع. كمان حقق الزمالك فوز غالي على فريق فلامبو البوروندي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على استاد برج العرب في ذهاب مباراة دور 32 لدوري أبطال إفريقيا. سجل هدف المباراة حسام عبد المجيد في الدقيقة 42 من ضربة رأس متقنة من منطقة الجزاء بعد عرضية من أحمد سيد زيزو. فريق فيوتشر فاز على فريق كالون اف سي بطل سيراليون بنتيجة 2-0، سجل هدفين مروان محسن ومصطفى البدري في الدقائق 47 و93 من المباراة، واللي جمعتهم ضمن منافسات ذهاب منافسات دور 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. قرعة الموسم الجديد اللي أجرتها رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أسفرت عن مواجهة الأهلي للزمالك في قمة الكرة المصرية في البطولة المحلية خلال الأسبوع رقم 14 و31 من المسابقة المحلية، واستقرت الرابطة على انطلاق بطولة الدوري لموسم الكرة الجديد يوم 18 أكتوبر. كمان بتدرس الرابطة إقامة المباريات كل 3 أو 4 أيام للتغلب على ضيق الوقت بسبب التوقفات الدولية في الموسم الجاي. فريق كرة اليد في نادي الزمالك خسر لقب بطولة إفريقيا الأندية المقامة في تونس بعد الهزيمة من الترجي بنتيجة 28-24 في النهائي، وبكده بيتم تتويج الفريق التونسي باللقب الإفريقي. ونروح للمباريات العالمية وفي الدوريات الأوروبية، والبداية من الدوري الإنجليزي وفريق أرسنال اللي حقق الفوز على فريق ليفربول بنتيجة 3-2 في المواجهة القوية اللي اتلعبت امبارح على استاد الإمارات، وده ضمن منافسات الجولة 10 من بطولة الدوري الإنجليزي. وبكده رفع أرسنال رصيده 24 نقطة من 9 مباريات نجح خلالها في الفوز خلال 8 مباريات وخسر واحدة بس، علشان يواصل الجانرز صدارة جدول ترتيب الدوري. أما الليفر فعنده 10 نقاط وبيحتل المركز العاشر في ترتيب البريمير ليج. كريستيانو رونالدو قاد فريق مانشستر يونايتد للفوز على إيفرتون 2-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي. بالفوز ده رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز الثاني 10. المباراة دي كمان شهدت تألق رونالدو وعودته مرة تانية للتهديف، كمان وصوله لهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية مع جميع الأندية اللي لعب فيها. وبيواصل فريق ويست هام يونايتد صحوته بفوزه على فريق فولهام بنتيجة 3-1 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي قفز ويست هام للمركز 13 برصيد 10 نقاط، وتجمد رصيد فولهام عند 11 نقطة في المركز التاسع. ومن الدوري الإنجليزي هنروح لمباريات الدوري الإيطالي، وفريق نابولي حقق فوز كبير على فريق كريمونيزي بنتيجة 4-1 في المواجهة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الجولة 9 من منافسات الدوري الإيطالي، وبالنتيجة دي بيتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، وكريمونيزي في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 3 نقاط. ونروح معاكم للدوري الإسباني، فريق برشلونة فاز على سيلتا فيجو 1-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب كامب نو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وبالنتيجة دي استعاد فريق برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، وخلفوا ريال مدريد بنفس عدد النقاط، وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند 10 نقاط في المركز 11. ريال سويداد حقق الفوز على فياريال بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الجولة 9 من الدوري الإسباني. سويداد وصل بالانتصار دار النقطة 16 وبيحتل المركز السادس، أما فياريال فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز التاسع. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى ودينا علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.
شكرا لك يا دينا.